السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معاكم النهاردة هنشرح فيديو جديد وهي شنطة تريكو، ودي هتكون تاني شنطة احنا بنزلها على القناة. طبعا كل الشنط عندكم على اليوتيوب كلها كروشيه، فانا حبيت ان انا القناة هنا يكون يعني خاص ليها ان احنا نشرح شنط تريكو. هي شنطة بغرزة أنا نفذتها قبل كده ونزلت بيها فيديو علشان تقدروا تشوفوه. أنا هنزل لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. كمان القاعدة دي أنا نزلت برضو بيها فيديو إزاي نقدر نعمل قاعدة بيضاوية، ودي جديدة على تريكو. دايما إحنا بننزل كل حاجة جديدة ومفيدة وسهلة. زي ما انتم شايفين ده شكل الشنطة من الامام وده شكلها من الخلف. ليها طبعا ايدين علشان نعلق بيها الشنطة في الظهر. انا مش هطول عليكم، هندخل على طول على الفيديو ونشرح الخطوات بالتفصيل. بسم الله، مع بعض هنتعرف على اول حاجة وهي الخيط. بالنسبة للخيط اللي انا استخدمته النهاردة هو خيط مكرمية السلسلة، وده خيط بيبقى طري شوية فبيبقى محتاج شنط احجامها صغيرة. انا هنا اجمالي الشنطة خد 450 جرام. بالنسبة للابرة اللي انا هستخدمها للخيط، طبعا لازم تكون ابرة مناسبة، وعشان هو خيط طري معايا فانا لازم يكون الابرة عندي صغيرة شوية، فانا هستخدم 4.5. الابرة دي هي اللي هتديني الشكل للغرزة كويس مع خيط المكرمية اللي احنا هننفذ بيه الشنطة. تاني حاجة هي المزورة، ودي بتكون معانا علشان بنقيس بيها طول وعرض اي قطعة احنا نشتغلها. هنستخدم كمان ولاعة علشان اطراف الخيط بعد ما قصتها ما تنسفش. وفي اي شغل احنا بنعمله اساسي لازم يكون من ضمن الادوات مقص. طيب، وبالنسبة للخياطة انا عندي هنا ابرة كروشيه او ابرة من غير سن، يعني دي او دي اللي تريحكم. كمان معايا اكسسوارات الشنطة، ومنها الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، هو عبارة عن نص دايرة. انا هنا جايبة 4 قطع هستخدمهم علشان ادخل فيهم ايد الشنطة. طيب، عشان على ايد الشنطة محتاجة القطع ديت. القطع دي في منها اكتر من شكل، يعني انا هنا هستخدم 4 قطع علشان اعلق من خلالهم ايد الشنطة. كمان معايا من ضمن الاكسسوارات في قفل للشنطة. القفل ده في برضو منه اشكال كتير، وطبعا القفل دوت زي ما انتم شايفين بيبقى فيه مسامير، فاكيد احنا محتاجين ان احنا نركب المسامير محتاجين مفك. هنستخدم كمان من ضمن الادوات دبابيس علشان نثبت بيها القطع. القطع دي قطع اختياري، هي ايد الشنطة. انا هنا هستخدمها جلد، لو مش متوفر عندكم ايد جلد ممكن تشتغلوا بنفس الخيط وتعملوا ايد على حسب الطول اللي انتوا عايزينه. كمان من ضمن القطع الاختياري وهي البطانة. ده نوع من انواع بطانة الشنط، في انواع كتيرة والوان كتير. دايما اللون البني هو بيبقى عامل محايد لكل الالوان. لو احنا هنعمل شنطة اي لون برضو هنستخدم اللون البني. طيب، انا زي ما عودتكم ان انا بحاول اعيد تدوير الاشياء، فانا هنا عندي بطانة جاهزة، هي دي اللي انا هركبها. انا حبيت بس اوريكم اني انا بستخدم دايما كل حاجة موجودة عندي. فدي بطانة لشنطة كانت عندي اخدتها وهستخدمها للشنطة النهاردة. بسم الله، نبدأ مع بعض ونشوف قطع الشنطة. القطع اللي احنا شايفينها دلوقتي في الفيديو هي القطع الأمامية والخلفية. انا اشتغلت القطع الأمامية والخلفية مع بعض، وطبعا احنا هنيجي نخيطها من الجنب. هنا انا بدأت الغرز على كام غرزة؟ 113 غرزة. وطبعا انا مش عايزة اضيع من وقتكم، ويعني انا هنا خلصت القطعة لسبب، لاني الغرزة انا منزلة بيها فيديو قبل كده، هنزل لكم الرابط على الشاشة دلوقتي، وكمان هيكون موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. زي ما شايفين هي دي القطعة، هي بتبقى قطعة امامية وخلفية. انا هنا بدأت باللون البني، وبعد كده كملت باللون البيج، وتقسيمة الالوان
يعني تبقى متروكة ليكم، ممكن تدخلوا ألوان تانية زي ما انتوا عايزين، بس هي دي الغرزة اللي انا استخدمتها. وزي ما قلت لكم انا منزلة بيها فيديو قد ايه شكلها جميل جدا. طبعا كل ما كان الخيط تخين كل ما كان الغرزة عندي بتبقى جميلة جدا. ميزة الخيط السلسلة ان هو بيبقى فيه لمعة، لكن هو بيبقى خفيف شوية، مش زي خيط المكرمية اللي انا اشتغلت بيه قبل كده شنطة. فده طبعا يعني كل حاجة بيبقى ليها مميزاتها وعيوبها. خلينا مع بعض ونشوف عرض الشنطة، طبعا عرض منتصف القطعة. انا هنا عاملاه على 31 سنتي، يبقى عرض منتصف القطعة 31 سنتي، العرض كله 62 سنتي. طيب بالنسبة للطول انا هنا عاملة الطول، يعني الطول ده بيبقى متروك ليكو، انا هنا الطول عاملاه على 28 سنتي، يبقى الطول 28 ونص القطعة عاملاها 31 سنتي. يبقى كده القطعة دي خلصت. طيب المطلوب دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا بعد ما خلصنا القطعة هنقفلها من جنب واحد، مش من الجنبين طبعا، لكن بالنسبة للجزء من اسفل ومن اعلى احنا هنسيبه مفتوح مش هنخيطه. يبقى الجزء ده احنا مش هنخيطه، احنا هنخيط بس الجزء اللي في الجنب. وطبعا طريقة الخياطة سهلة ونزلت بيها اكتر من فيديو، انا بحاول ان انا مطولش الفيديو معاكم علشان ما يبقاش في اي ملل في الشرح، ومدام انا نزلت بالحاجة دي شرح قبل كده فتقدروا تستعينوا بيها علشان خاطر بس وقتكم. ونشوف مع بعض بقية الفيديو. وبعد ما خلصنا جزء الخياطة وده الشكل النهائي، وزي ما شايفين يعني القطعة اكنها احنا اشتغلناها بابرة دائرية. لازم واساسي ان انتوا تخيطوا ما يكونش فيه اثر للخياطة. طيب مع بعض هنكمل وهنشوف القطعة التانية هتكون ايه. بسم الله معاكم، هنبدأ في عمل القطعة التانية وهي الغطاء الشنطة او الجزء الاعلى للشنطة. طيب في عندي غرزتين في اول السطر غرز الحافة، وكمان في اخر السطر غرزتين، لكن الغرز الموجودة في المنتصف وعددها 15 غرزة هما غرز العين. يبقى انا هنا هبدأ على كام غرزة؟ على 19 غرزة، وهنبدأ مع بعض وننفذ غرز الحافة. انا كنت منزلة فيديو من قريب، ياريت تراجعوه علشان الطريقة دي بتديني شكل جمالي للطرفين. هنبدأ وبعد ما خلصنا غرز الحافة هنبدأ الغرز دي، هنشتغل نموذج العينة لغاية اخر غرزتين. وطبعا نموذج العينة انا نزلت برضو بيها فيديو، وياريت تراجعوا الفيديو تاني علشان تكونوا يعني فاهمين طريقة الغرزة كويس. يبقى احنا مع بعض بنشتغل السطر الاول، ده من السطور الامامية. القطعة اللي هي اللي احنا بننفذها مع بعض دلوقتي هي تديني شكل مثلث، يعني معنى كده ان هيكون في زيادة للغرز. انا هزود كل سطرين غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر. كده انا خلصت غرز العينة وعددها 15 غرزة، وصلت لغرز الحافة. الغرزة دي هنقلها والخيط خلف الشغل، بعد كده هشتغل غرزة مقلوب، ويبقى كده السطر الاول عندي انتهى. ايه هنبدأ في السطر التاني وهنكمل برضو في نموذج العينة، بس في عندي غرزتين في الاول وفي الاخر دول غرز الحافة. يبقى زي ما شايفين هي دي طريقة غرز الحافة. هكمل بعد كده في السطر التاني، هيبقى غرزة مقلوب وغرزة عدل، وهننهي بغرزة مقلوب بالنسبة لغرز العينة، وهننهي السطر بغرزتين الحافة. هنبدأ في السطر الثالث، ومن اول هنا هيكون في زيادة للغرز. هنزود الغرزة الاولى بعد اول غرزتين الحافة، والغرزة الاخيرة قبل غرزتين الحافة. هنبدأ وغرز الحافة الغرزتين هننقلهم والخيط بيكون خلف الشغل. بعد ما نقلنا الغرزتين
هنيجي نعمل بعديهم لفة وتبقى أول غرزة احنا زودناها. وعلشان شغلي يبقى مظبوط هنفصل وهنحط دبوس عشان نعرف ان الغرزة دي دلوقتي مش هنشتغلها بنموذج العينة، هنكمل من أول هنا في نموذج العينة وناخد بالنا كويس قوي ان ما يبقاش في اي لخبطة اما نيجي نزود الغرز، علشان ما يبقاش في لخبطة مهم جدا تحطوا الدبوس بعد ما بتزودوا الغرزة. يبقى زي ما انتم شايفين انا هنا ماشية بشتغل معاكم في نموذج العينة. انا لسه مكملة معاكم في السطر الثالث وبنشتغل نموذج العينة. وصلت لاخر غرزة هشتغلها غرزة عدل، ويبقى كده عندي الخمستاشر غرزة كده خلصوا. وقبل ما اجي واشتغل الغرز الحافة هحط الدبوس التاني علشان اعرف ان الغرز دي هي دي بس اللي انا بشتغلها غرز العينة. هاجي هعمل لفة وهشتغل اخر غرزتين، غرزتين الحافة. مهم جدا ان انتوا تعملوا الخطوة اللي انا عملتها، ان لازم يبقى فيه دبوس بيفصل ما بين الغرز الجديدة والغرز اللي انا بدأ بيها الشغل، علشان شكل الغرزة يفضل زي ما هو، ما يبقاش فيه اي تغيير مع اي زيادة للغرز. السطر الرابع من السطور الخلفية مش هيبقى فيه اي زيادة للغرز، هنيجي بس في منتصف السطر هنقفل خمس غرز وهنشوف ازاي. هنبدأ مع بعض، اول غرزتين بيكونوا غرز الحافة، الغرزة الثالثة اللي احنا زودناها هنيجي نشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية، وده علشان ما يبقاش فيه اي فراغ عندي. دي طريقة شغلها بس في السطر ده، هننقل الدبوس وبعد كده الغرز دي هنقفل في منتصفهم خمس غرز. هنشتغل وهنكمل لغاية الدبوس التاني بنفس طريقة نموذج العينة. هنشتغل كام غرزة؟ هنشتغل خمس غرز بس. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة التانية، الغرزة التالتة، الغرزة الرابعة، والغرزة الخامسة. يبقى انا كده اشتغلت كام غرزة؟ اشتغلت خمس غرز بس بطريقة شغل العينة اللي انا ماشية بيها. هاجي اقفل بعد كده خمس غرز، علشان اقفل خمس غرز لازم يبقى عندي غرزتين على الابرة اليمين عشان ابدأ اقفل اول غرزة. كده انا عندي غرزتين، هنيجي نقفل الغرزة الاولى على الغرزة التانية. يبقى انا كده قفلت كام؟ قفلت غرزة واحدة بس، ناقص اربع غرز. هنقفل مع بعض الغرزة التانية، هنقفل الغرزة التالتة، يبقى انا كده فاضل اتنين بس. الغرزة الرابعة احنا بنقفلها، ودي اخر غرزة وهي الغرزة الخامسة. يبقى انا كده قفلت كام غرزة؟ قفلت خمس غرز وهم في منتصف السطر الرابع. بعد كده هاجي اكمل بقية الغرز، وطبعا هيكون عددهم خمس غرز بس بنفس طريقة شغل العين. كده انا خلصت الخمس غرز، يبقى انا عندي خمس غرز اشتغلتهم وبعد كده قفلت خمسة وجينا اشتغلنا خمس غرز كمان. زي ما انتم شايفين هما دول من الخمس غرز اللي احنا قفلناهم، بعد كده اشتغلنا خمس غرز بعديهم. هنيجي بعد ما خلصنا الغرز اللي هي خاصة بنموذج العينة وكان عددهم خمستاشر غرزة، هننقل الدبوس التاني وهاجي هتكون عندي دي لفة هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية،
ودي اللي احنا زودناها في السطر الثالث. ودول غرزتين الحافة هشتغلهم على حسب شغلي لغرز الحافة. ويبقى كده عندي السطر الرابع كده انتهى. شفنا مع بعض ان احنا قفلنا خمس غرز في منتصف السطر، وكمان شفنا طريقة شغل الغرز الزيادة. السطر الخامس من السطور الأمامية، وهيبقى في عندي تعويض للغرز اللي انا قفلتها في السطر الرابع، وعددها كام؟ كان خمس غرز. كمان في زيادة في اول السطر وفي اخر السطر غرزة. هنبدأ مع بعض بغرزتين الحافة، واحنا اتعودنا ان هيبقى في زيادة بعد غرزتين الحافة عن طريق اللفة. بعد كده الغرزة دي هشتغلها غرزة عدل كده. خلاص انا زودت غرزة، هننقل الدبوس الاول، والغرز اللي ما بين الدبوس الاول والدبوس الثاني دول مثبتين عندي نموذج العينة. هنشتغل، وبعد ما خلص اول خمس غرز وناخد بالنا من طريقة شغل الخمس غرز كويس، بعد ما خلصهم هنرجع ونزود الخمس غرز اللي انا قفلتهم في السطر الرابع. كده انا اشتغلت اربع غرز من الخمسة. الغرزة الخامسة دي هشتغلها ازاي؟ هشتغلها غرزة عدل. بعد ما خلصت الخمس غرز دول هاجي وازود خمس غرز باي طريقة انتوا حابينها، مهم ان احنا لازم نزود خمس غرز. اكده انا زودت خمس غرز، يبقى احنا رجعنا العدد تاني زي ما بدأنا في اول السطر. الخمس غرز دول هنشوف مع بعض احنا هنشتغلهم بعد كده ازاي. كده انا وصلت لاخر خمس غرز في نموذج العينة. هنمشي اول غرزتين زي ما انتم شايفين بنفس طريقة شغل العينة، برضو الغرزتين التانيين هيبقوا برضو بنفس الطريقة. نركز بس كويس قوي في طريقة شغل السطور دي. وصلت معاكم للغرزة الخامسة، هشتغلها غرزة عدل، ويبقى كده خلاص هننقل الدبوس التاني. ناخد بالنا بس من الغرز كويس. طيب هشتغل الغرزة دي، هشتغلها غرزة عدل. بعد كده هنعمل لفة، ودولم غرزتين الحافة، ويبقى كده السطر الخامس كده خلص. شفنا في السطر ده ان احنا رجعنا العدد تاني زي ما كان، كمان زودنا غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر. السطر السادس من السطور الخلفية، واحنا قلنا ان مفيش اي زيادة في السطور الخلفية. هنشتغل اول غرزتين غرزتين الحافة. هنيجي عند الغرزة اللي احنا عملناها لفة في السطر الخامس، هنشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية. الغرزة اللي بعديها هشتغلها غرزة مقلوب عادي من اللفة الأمامية. هننقل الدبوس الأول، وبعد كده هنمشي على حسب نموذج العين. احنا الغرز دي عددها كام؟ عددها 15 غرزة. احنا رجعنا الغرز تاني في السطر الخامس. ناخد بالنا بس ان احنا بعد ما نخلص الخمس غرز اللي في الاول، هنشوف الخمس غرز اللي احنا زودناهم هنشتغلهم ازاي. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين على حسب نموذج العينة، اتنين مقلوب معا وبعد كده غرزة عدل. احنا هنبدأ اهو معاكو في الغرز اللي احنا عملناها في السطر الخامس، هتبقى غرزة عدل، بعد كده غرزة مقلوب، الغرزة التالتة غرزة عدل، الغرزة الرابعة مقلوب، الغرزة الخامسة غرزة عدل. يبقى انا كده خلصت الخمس غرز اللي احنا عملناهم في السطر الخامس. هكمل الخمس غرز اللي باقيين عندي، هيبقوا اتنين مقلوب معا
غرزة عدل، 2 مقلوب معا، غرزة عدل، وآخر غرزة عندي هتبقى غرزة مقلوب. ويبقى كده خلصوا. هننقل الدبوس التاني، وهاجي هشتغل الغرزة دي غرزة مقلوب من اللفة الأمامية، دي لفة هشتغلها غرزة مقلوب من اللفة الخلفية عشان ما يبقاش فيه أي فراغ. ودولم طبعا غرز الحافة. ويبقى كده السطر السادس كده شغله خلص. شفنا مع بعض احنا عملنا ايه في الغرز الخمسة اللي احنا زودناهم في السطر الخامس، شفنا طريقة شغلهم ازاي. هبدأ معاكم في السطر السابع، وهنشتغل وهنمشي على حسب نموذج العينة. بس في حاجة بقى مهمة، اني انا قبل الدبوس اصبح عندي غرزتين، وبرضو بعد الدبوس اصبح غرزتين اللي هما الزيادة اللي انا عملتهم دول، ما هدخلهم في نموذج العينة وهنشوف ازاي. هنبدأ بغرز الحافة، هنعمل لفة بعد غرز الحافة اللي في اول السطر، وهحط دبوس الغرزتين دولم والغرزتين دولم اللي هما في اول السطر وفي اخر السطر بعد غرز الحافة طبعا، هيبقوا حسب نموذج العين. يبقى انا كده هدخل الغرز ديت مع نموذج العينة. يبقى انا بدخل الغرز الزيادة مع نموذج العينة امتى؟ اما يبقوا غرزتين بس، لكن لو كان غرزة واحدة لا. هاجي اشيل خلاص الدبوس ده انا مش محتاجاه، وهكمل الغرز لغاية الدبوس التاني على حسب نموذج العينة. الطريقة اللي انا بشرحها دلوقتي مهمة جدا ان انتوا تلتزموا بيها علشان تقدروا تحتفظوا بشكل الغرزة وما يبقاش فيه اي لخبطة. يبقى معاكو انا لسه مكملة في الغرز اللي موجودة ما بين الدبوسين، وبنشتغلها على حسب نموذج العينة. وصلت معاكم لاخر غرزة، هنقلها على الابرة اليمين مش هشتغلها، وبعد كده هشيل الدبوس هرجعها مرة تانية على الابرة الشمال، وهشتغل الغرزتين دول على حسب نموذج العين. بعد ما خلصتهم هشتغل غرزة عدل، وهرجع مرة تانية هرجع الدبوس، ويبقى كده الغرز اللي ما بين الدبوس الاول والتاني هتبقى غرز العينة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل لفة علشان ازود الغرزة التانية اللي في اخر السطر، وهنهي بغرز الحافة. ويبقى كده خلصنا مع بعض السطر السابع. احنا شفنا مع بعض من البداية احنا ازاي بنزود، والزيادة دايما بتكون فين؟ بتكون بعد غرز الحافة في اول السطر، وقبل غرز الحافة في نهاية السطر. يبقى احنا بعد ما بنبدأ غرزتين الحافة اللي في اول السطر، وطبعا طريقتهم تبقى ثابتة، بنيجي نعمل غرزة زيادة عن طريق اللفة، ونحط الدبوس الاول، وبعد كده بنكمل على حسب نموذج العينة اللي احنا ماشيين بيه لغاية ما نوصل للدبوس التاني. وبعد ما خلص واحط الدبوس التاني بزود غرزة عن طريق اللفة، وبقفل السطر بغرز الحافة. مهم جدا ان انتوا تراعوا النقطة دي كويس قوي، ولازم تحطوا الدبوس علشان ما يبقاش فيه اي لخبطة. ياريت تشوفوا الجزء دوت اكتر من مرة، علشان كتير منكم كان بيطلب مني ازاي انا بزود وبرضو شكل الغرزة يفضل زي ما هو ما يبقاش فيه اي لخبطة. مهم جدا ان انتوا تتبعوا الطريقة دي. طب احنا هنكمل الزيادة لغاية ما توصل عندي كام غرزة؟ لغاية ما يوصل عندي 47 غرزة، وبعد كده بقفل الشغل، ويبقى الجزء اللي احنا شغالين بيه وهو الجزء العلوي للشنطة او غطاء الشنطة كده انتهى. ومعاكو وصلنا لنهاية القطعة. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي للقطعة، خلصناها. وقبل ما اقفل الغرز اشتغلت سطرين بس بلسي، غرزة عدل وغرزة مقلوب، وده الشكل النهائي. انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم من شكل الغرزة، مفيش اي لخبطة.
وده الفتحة اللي احنا عملناها، وقفلنا 5 غرز في منتصف السطر زي ما شفتوا، وكملت بعد كده لغاية ما وصلت بالزيادة 47 غرزة. هنقيس مع بعض وهنشوف الطول. انا عندي طول القطعة 21 سنتي، انتوا ممكن تطولوا عن كده زي ما انتوا عايزين. يبقى انا عملتها بطول كام؟ 21 سنتي. طيب مع بعض هنشوف العرض قد ايه. العرض عندي 25 سنتي، برضو ممكن تزودوا وتكبروا في العرض زي ما انتوا عايزين. يبقى العرض هنا كام؟ 25 سنتي. ويبقى كده عندي القطعة كده انتهت. ومعاكم وصلنا للقطعة الثالثة في الشنطة، وهي قاعدة الشنطة. أكيد الشكل ده مش غريب عليكم، لأن أنا لسه منزلة بيه فيديو قريب شرحت كل حاجة بالتفصيل، شرحت إزاي إحنا بنطلع الشكل البيضاء. ده شكل القاعدة من الأمام، خلينا مع بعض نشوفها من الخلف. ده شكلها من الخلف بالنسبة للقطعة الخارجية. أنا برضو قلت إحنا بنجيبها منين وإزاي إحنا بنلزقها. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو ده، انا هنزل لكم رابط فيديو قاعده الشنطه في صندوق الوصف، وكمان هيكون موجود على الشاشه دلوقتي قدامكم. خلينا بس مع بعض نقيس طول القاعده كام، وكمان عرضها قد ايه. بالنسبه لطول القاعده انا هنا عملته على طول 26 سنتي، يبقى طول القاعده كام؟ 26 سنتي. مع بعض هنشوف كمان عرض القاعده كام. عرض القاعدة هنا 12 سنتي، يبقى كده العرض 12، الطول 26. مع بعض هنكمل وهنشوف بقية خطوات الشنطة. طيب خلينا مع بعض نشوف القطعة اللي احنا محتاجينها علشان نثبت بيها ايد الشنطة. القطعة دي انا بدأت ب4 غرز واشتغلت 6 سنتي، كل السطور كانت بالغرزة العادية. هنشوف مع بعض وهنقيس. بالنسبة للعرض القطعة هو 3 سنتي، يبقى العرض كام؟ 3 سنتي. طيب الطول، الطول عندي 6 سنتي، يبقى احنا كده عرفنا طول القطعة وعرضها كام. انا محتاجة 4 قطع، هنشوف مع بعض احنا هندخلها في الحلقة ازاي بالشكل ده، وبعد كده هنخيطها، وبعد كده هنخيطها في الشنطة عشان ندخل فيها ايد الشنطة. وبعد ما تعرفنا على كل اجزاء الشنطة، دلوقتي قدامنا الجزء الامامي والخلفي للشنطة، احنا خيطناه زي ما انتم شايفين. جينا بعد كده حطينا دبوس في اول الشنطة ودبوس في اخر الشنطة. طب ليه؟ علشان نقدر نحدد منتصف القطعة. طيب بعد كده جينا حطينا دبوسين تانيين ما بين الدبوس اللي في منتصف القطعة والدبوس التاني 9 سنتي، يبقى الجزء ده مسافة 9 سنتي عشان نحط اول قطعة اللي احنا من خلالها هندخل ايد الشنطة. بعد ما بنحط القطعة الاولى هنروح للجزء التاني ونحط برضو على مسافة 9 سنتي، هنحط القطعة التانية. يبقى هي بتبقى قطعتين في أسفل الشنطة وقطعتين كمان في أعلى الشنطة. يبقى بعد كده بعد ما حددنا المكان هنيجي نخيطهم خياطة عادية بإبرة الخياطة اللي هي خاصة بالتريكو اللي هي إبرة من غير سن، وهنشوف مع بعض الطريقة هتكون إزاي. كده انا خلصت وخيطت القطعتين، وده الشكل النهائي ليهم. بعد ما خلصنا القطعتين دول هنيجي للخطوة اللي بعد كده، وهي ازاي نثبت القاعدة في الجزء ده. هنقلب الجزء دوت ونخليه على الخلف بالشكل ده. بعد كده هنجيب القاعدة، وبرضو انا عندي في القاعدة زي ما انتم شايفين انا حاطه دبوسين، دبوس في الاول وفي الاخر علشان برضو احدد المنتصف. هنيجي هنثبتها بالشكل ده.
لازم يكون خلف القاعدة ده اللي احنا شايفينه، وهندخل الدبوس في القطعة بالشكل دوت. لازم المنتصف القاعدة مع منتصف القطعة الشنطة من الجنبين، وبعد كده هنيجي بقى نثبت القاعدة من كل الجوانب. وقبل ما نيجي نخيط لازم طبعا نعمل الدبابيس، ودي لازم تكون جوه ما تكونش بره، يعني ما تكونش شايفاها وانا بخيط. يبقى احنا هنكمل كل القطعة وهنخيطها، بس قبل ما نخيطها لازم الأول نعمل الدبابيس. معاكو انا خلصت تثبيت القاعدة، عملتها بالدبابيس وبعد كده خيطتها، وده الشكل النهائي. مهم جدا بس واحنا بنخيط نراعي ان الجزئين دول لازم يكونوا في الخارج واحنا بنخيط. طيب بعد ما خلصنا وخيطنا القاعدة هنطلع لأعلى الشنطة ونبدأ نخيط الجزء العلوي اللي هو غطاء الشنطة. وقبل ما نخيطه لازم نحط دبوسين. طيب هنحطهم على مسافة قد ايه؟ هنحطهم على مسافة 5 سنتي من منتصف القطعة، كل دبوس هيكون على مسافة 5 سنتي. يبقى قبل ما نخيط الغطاء الشنطة لازم نحط الدبوسين، وهنقيس ونشوف مع بعض المسافة قد ايه ما بين الدبوس الاول ومنتصف الشنطة، 5 سنتي. يبقى احنا بعد ما بنقيس 5 سنتي بنحط الدبوس الاول، خلاص. ونروح عند الدبوس التاني في الطرف التاني، برضو لازم قبل ما نحط الدبوس بنقيس من منتصف الشنطة 5 سنتي عشان نحط الدبوس التاني، يبقى 5 سنتي. يبقى كل دوت طبعا بنراعي دايما المقاسات واحنا بنخيط. بعد ما خلصنا وحطينا الدبابيس وعرفنا احنا بنحطها على مسافة قد ايه، هنجيب القطعة وناخد بالنا من وضع القطعة كويس قوي. وجه الشغل لازم يكون لتحت بالشكل ده، والخلف هو اللي احنا شايفينه. وهنبدأ ونحطها عند اول دبوس، ونبدأ قبل ما نخيط لازم نشبك القطعتين بالدبابيس الاول. يبقى احنا بندبسها بالشكل ده، وطبعا لازم ندبسها علشان لما نيجي نخيط نخيط الخياطة وتبقى الخياطة مظبوطة. وبعد ما خلصنا الدبابيس جيت بعد كده خيطت بإبرة الخياطة اللي هي من غير سن، وده الشكل النهائي للخياطة من الخارج. خلينا مع بعض نشوف شكل الخياطة من الداخل. أنا مش عايزة أطول عليكم في شرح الخياطة مرة تانية، تقدروا تستعينوا بالفيديوهات اللي موجودة في القناة وتشوفوا طريقة الخياطة. طيب بعد ما خلصنا جينا حطينا دبوسين جداد زي ما شايفين، هم دولم. الدبوسين دولم هنحط الاخر قطعتين عندي اللي هما بندخل فيهم ايد الشنطة. طيب المسافة قد ايه؟ المسافة 6 سنتي من الدبوس ده للدبوس ده، كام سنتي؟ 6 سنتي هنا وكمان الناحية التانية. خلينا مع بعض نقيس ونشوف. يبقى 6 سنتي علشان نحط الدبوس الاول، وبرضو الناحية التانية هتكون برضو 6 سنتي كده. خلاص انا عرفت هحط القطعتين على مسافة قد ايه بنفس الطريقة، وهنخيط برضو بالابرة اللي هي خاصة بابرة اللي هي الابرة من غير سن اللي هي خاصة بخياطة التريكو، هنثبت برضو القطعتين بالشكل ده. وده الشكل الخياطة بعد ما خلصنا كل الحلقات الموجودة في خلف الشنطة اللي احنا بنركب فيها الايد. خلينا نشوف الجزء الخاص بقفل الشنطة بعد ما ركبته، ده بيكون شكله. طبعا انتوا بتركبوا اي قفل على حسب ما انتوا عايزين. انا هنا ركبت القفل وبيتركب طبعا بمسامير عن طريق مفك. خلينا نشوف شكله، هو ده شكله من الداخل، بيبقى عبارة عن 4 مسامير احنا بنركبهم، وده الشكل النهائي للقفل من الخارج. خلينا مع بعض نشوف الجزء ده احنا هنعمل فيه ايه. احنا هندخله لجوه بالشكل ده،
زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنركب فيه قفل مغناطيس، هنركب في الجزء ده القطعة الأولى وندخلها. هو القفل تركيبه ده سهل، ما فيهوش أي صعوبة، مش محتاج يعني مفك ولا حاجة، هو بإيدينا زي ما انتم شايفين بنحطه كده. وبعد كده بنجيب القطعة اللي بنقفل عليها، هي دي القطعة بتاعته، وبإيدينا خفيف هنلاقي ان هي اتقفل بس، وده الشكل النهائي. طيب بعد كده هنجيب الجزء التاني للقفل، هنحطه بالشكل ده ونقفل عليه علشان نظبط المكان كويس، وبرضو هنقفل القطعة ديت، هنجيب القطعة اللي هي بنقفل عليها زي بالظبط القطعة الأولى، هي دي هنقفل عليه بالشكل ده. يعني زي ما انتم شايفين تركيبه سهل، ما فيهوش اي مشكلة. بعد ما ركبنا القفل ده شكل الشنطة بيبقى كده. وطبعا لو انتم حابين تفتحوا فتحه سهل، وقفله كمان سهل، انه هو عبارة عن مغناطيس. طيب بعد ما خلصنا الجنب الاول هنروح للجنب التاني، وبالظبط وبنفس الخطوات هنحط برضو قفل مغناطيس علشان الشنطة تتقفل معايا بالشكل ده. خلينا مع بعض نشوف شكل الشنطة بعد ما ركبنا القفلين، قفل في كل جنب زي ما انتم شايفين، ده بيكون شكل القفلين وده الشكل الشنطة. طيب بعد كده في ايه؟ في خطوة اختياري ممكن تنفذوها وممكن لا. طب ايه هي؟ ان احنا نيجي نركب ايد صغيرة في الجزء ده. انا هنا هعمل ايد صغيرة وهركبها في الجزء ده. خلينا مع بعض نشوف. هو ده شكل، هي بتبقى عبارة عن غرزة الحبل. انا نزلت بيها فيديو قبل كده في القناة، وبرضو هنزل لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. هنخيط ايد الشنطة في المكان دوت بالابرة الخياطة اللي هي من غير سن. ومعاكم وصلنا لنهاية الفيديو. انا هنا ركبت الايد الخلفية للشنطة. قد ايه الشنطة جميلة، وخطواتها سهلة وبسيطة. الغرزة زي ما قلت لكم هي موجودة في فيديو في القناة تقدروا تستعينوا بيه. انا هنا كمان ركبت البطانة. طبعا انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو، فانا ركبت البطانة، حب بس يعني تشوفوها معايا. ده شكلها، وزي ما قلت لكم انا البطانة دي موجودة كانت عندي، فانا بحب دايما ان انا استخدم كل حاجة عندي. كمان احنا القفل اللي احنا بنركبه في الجنب ده مستو ان انا اقدر اوسع وضيق الشنطة زي ما انا عايز. وبكده يكون الفيديو عندي انتهى. يا رب يكون الشرح يكون واضح واكون قدرت اوصل المعلومة صح. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.